دنا مدحينا نقحين هرت أولاً لبكون يتمان يسدي دي بيش كوبات سجال كذي وزارة كلومي سج يا خيرات بدأ مركي مجوعها هشيس عالمية أيام قلني أو كوساب سن كيري قريها إن الك كريو موافق على لون غضي وأنا الك كريي دت كان وتر كوبينهن دولة دوحدنا وتر كوب وتر كوبان تاي أنت أسوها أنا هند قال بحيال مركي أودعي كورونا فيروس كي أودعي أيا وزارة دو markay aragtay dhibaatooyinka dalka haysta dadkan qabsatay ayay waxay tiri inta koronuhu joogo kiradii waa leen ka joojiyay markaas kadibna waxa dhacay doorasho la aaday doorashadii markii laga soo baxay oo madaxweynaha hadda jira uu yimid dadkan waxa way dadkii taageeray oo soo dhaweeyay oo har iyo habeen u soo jeeday madaxweynaha horta fariintaas aan gaarsii hayna waa shacabkaagi waxaanu hubnaa markii aad hore oo aad joogtay gacan dheer aan noo taagtay gaanti dheereed waa aragnay adoo xukunkaaga aan ku hoos jirno ayaa waxa noo yimid ganacsato wasiirki joogay markaas ayaa naga ciliyay sida aad xasuusan tahay oo aan ku xasuusinayno saddex habeen marka aad joogta qarax lagu sameeyay qarxii lagu sameeyay guriyahan saameyn uu ku yaashay hotel jazeera mar labaad qaraxaan lagu sameeyay waa dhisanay qaraxaas labaad baab weyn ayaa naga soo gaaray الله أن حريص وزير أيمو يا جوي وزير أيمو يوصوا وني حردي وباب أسنا كاني مرغاتي يدينا وكاس هوتيل جزيرة باب أسن جريهن يوباب أسن وحنو صار عيد دمشق يا دعوة أيا نجسو جاري وزيرك مركو أركي ديب كدت كريات كاسو جاري وهو جو أنصري إن أن ما تدت كان عن دولة ده دسم هو قبكرين إن أي أيو ديب سكون ولا يان سيداس أنا جريه كل سنة أمر وزير أو وزارة دي كل ما يسجى يا خيرات كبدنا مركي مجوها أمر كاس أنا كل سنة كير أنا أنا بلاوني كير داس أنا بحجرني مركي مدحوينه وصال لابتي مدحوين حس الشيخ مركو ديب وصال لابتي إسلاجن كي هربو بدلي وحنا كوب بدلي سومالي هشيسة دوني ذا نلي هشيسة سومالي ذو وحلاك على سارة ربك أبسطه يا رسيسته دت كاني ورجتك يا ربك أبسطه دي رسيسته وأكو واحد عن جريم كوشة جاي أو جريم عشان دد مد الجنا وأكو كوشة جاي إن إذا قالوا عن جريم أي بحشان هذا بجرتو وحن توسنا هاي شركة ده غاركو تونا كغبنا لكن وحن هينا أو نوع إن التكنولوجيا أنا وكري أنا وكري سيالة أو كري بحيالة وراغ داسنا وحنا الكيكري وراغي أن العقد كوش مننا أيهم كون إيدي وراغي العقد أن كوش من أو وزارة المالية أن كوش من جوري كستا مثالا أسوأ قاضينا ويا لا مثالا أسوأ قاضينا ويا لا تاسع وزارة كلو ما يسجى يا خيرات يا رجالها بلوجا نالكيكري أي واقع بنجي العقد أن كوش مني وزارة المالية دي وراغي هذينا وكواس كربي حيالا هين أنا جاي الدولة ده بلنا نويا لي وزارة ده قابل سن دولة ده وقابل سن بلنا نويا لي بلن تونا واحد هيد دولة ده مركي أي أصوا باهته ماشي هيدا إني ورجلين ناس ما يدو جودي بان لنا هاي إنت هاي وود أجهين جودي جاس إني ويرتا أو ترى هذا واحد أصوا باهنا ماشي هني أنا نصيده الليست مركي أجو يراتا دوريشين أنكو جورنو أو أنكو بناينو هدي الدولة دو أي أصوا بعهته وأن فسد يد أصوا بعهته هداي بعد الدولة دي إن كم عرنتي سيدا نلاش شيء أو أن هينا وراق أن هينا كقرن وحن وحن دولة دا شرفت لك عد سنة هنا وقرة مدحوينها رئيس الوزراء وكحجو دو قم قال أو أنا وكيل نجا خاصه وكحجو وحن كعد سنة هنا إد نجا مدن ما أنت مجرتو أنا جا أم مدن نقال هداي تهديار أنا جا أوى بركة dawladdu xasana baabiye waxaas wuxuu yiri dad dawlad Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa anaga islaagalkaas aan ku dhaganahay anaga waxaan rabnaa dawladda waxaan u sheegaynaa waxaan ugu filan
فردي إن أنا وذا قالنا إدا أي قصيدو وزارة يا أنا وأنا قالنا وح الله هشيس إس أقولنا أي كل ما تو وأما شعب كديب لوجس عليه أما الدولة دو أنا ديب جو علينا أنت هاس أيان أنا خص عيد كنوي وح نوش أيان وح عن ضد مسؤولين عن لو شيءين وراغنا نومي كينين أفر يتهم برينا جوريها أو جوري يراهين ما شاء الله وح جوجا أرضي إلا هير دكسي سرة دكسي دها وح جو وح كويا لما درس دوا وين oo diinta islaamka lagu barto waxa ku yaala masaajid weyn oo culuumta sharciga islaamka laga faafiyo intaasiba waxay u baahan yihiin hadii la rabo in beddel lagu sameeyo waqti ay wax ku bedelaan oo ay meel ku raadsadaan oo ay deegan ku raadsadaan in la siiyo dawladuna haday dadkan uga soo baahatay dib u dejinaan xaq ugu leenahay fakarkeeda dib ha ugu laabato dal badan oo iguma dhimana laakiin waxan taakiidina oo aan aysanahay maadaama aan danyarta laga soo sheekeeyay ka mid ahay إن سيدا أتسجس أو دولة أن يوسف قد بنينا إن لوكا أقبل أو نلوكا نلون حريصه إن دولة هذا الحن رأنا أما واحد جائفة يعني متقعنا كشيء عندنا ده أدن يدون مجوك أغلى جا يدون مجوك ده دواوين أنا وحول بان لنا سلاكيلا نوجير نبضنا نوجيره ونوجيره عدول بقى أغلى له سيدا سرت أن لو كنت حجلي أتسجس أن جيت سنين أو أه dowladdu inay nagu xafido meesha aan joogno guryaha markii la imaanayo intii kow taariikhda koowaad wixii ka dambeeyey guryaha qaarkood ayagoo bannaan oo jiingadaha laga qaatay oo daaqadaha laga baxay oo albaabada laga baxay aad dadka qaarkiis ay soo degeen meeshaasaan nooleyn uga soo bilaabay annaguna waa ku nooleyn waxaan rabnaa inaan fariin meeshaan uga gudbino madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud مدن مدحوينة إن شاء الله تعالى دات كان كلون كدقن وادات شعب أه ومواطنين أه وصومالي أه وكوهو صنوال علن كان صوماليات هي مسؤولية دادة إلهي ناقره وكان سؤالية قفل بوحي مسؤولية ديس إلهي وكان سؤالية وحان مدحوينة كاعد سنينا إنا نلقوه صدول من دات كان صوماليات علن كان صوماليات هستيسة هي كرسيقة مانتا أتكفر دو kulli la noolaamay adduunyada cid joogaysa lama arke in aan la dulmin dadkaas muwaadiniinta waa ka codsaneena sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo golihiisa wasiirada iyo golaha shacabka iyo dawladda dhan waxaan leenahay shacabka reer Kaluun waa idin duceeyaan masaajidda idin kaga soo duceeyaan yeesan idan habaarina ka leexda hadii Ilaahay yiraa war soo sida ma waan u duceynaa dawladdeena waa la shaqeynaa amnigaan kala shaqeynaa dawladnimadaan kala shaqeynaa laakiin hadii maanta ganacsato iyo dad danaystayaala ay naga fiicnaadaan wax kale ma tari karno qoro ma sidano qof qorisita miyaan ugu jiro maya hal bastoolad miyaan sidana maya waxaan u dacwoonaynaa waa ilaahay wixii ka soo horun u dacwoonaynaa waa madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaan dadkaas la dulmin waay qodobka ugu dambeeya gudoomiyaha gobolka waxaad ogtihiin meesha naga dambeeyay xerada kaluunka oo saraha waaweyn ku yaalaan waxaa ka ahaay xilligii oo tarsan ka ahaay gudoomiyaha gobolka ayaa la qaatay oo la qaybsaday waxaan maqlay oo dhageystay tarsan oo ka qoomamayna hole hadaan ogaan lahaa inay dad ma taqaana sidaan ay noqonayso qalinkayga ma taqaana luguma fuliyeen marka mudane madaala waxaan leenahay hadda ka fiirso intay goor goor tahay beriha ka shalaayin haweenka degan ee xaafadan kaluunka ee waxa la mudan madaxweena xaafadan dadka degan ma ahan dad maxayda ii sheeg ee iska degan laakiin tiisa waa dad deegaan oo 170 neesta sharci ay siisay dawladda dhexe waaye oo dhididkooda looga jaray 40 ka saax xaqoodana maxayda sheeg laga qaadi jiray waaye oo nasib u yeelan waa inay sabar loog helaan hor dadkaas waa dadka ee dadka labaad ee macnaha ee qodobka labaad waxa tahay xaafada dad xaafad dadka degana mudan macnaha dhul ninkii degana mudan oo isaga xaq u leh oo mudan hadayba qof la siinayo dhulka ninkii degana mudan waayo xaafadan dad iyo dooyo baan ku weena anaga burbur farabadana ka dhacay xaafad hotel jasiira qirixi weena gaariga ugu horeeyay ugu weena ee muqdisho qirixi ka dhacay xaafadan qaybtaas hal guri ma saaran dhulka ay wada galeen waana la dawladda cadeynteedina waa la tus waa lahayaa
TUNDP oo kaleeto xaafadan dad iyo duunyo balaay tahal anagu waa kuweene waxa joogan ilmo masaakiina oo gurigooda qarax ku dumay oo iyagu ku dhaawacmeen oo hooyoyinkood ku way welin agoon ee adagan xaafada waxa degan dad waayeela waxa degan dad curyaamina laakin intaasba waa dad sharci u haysto oo ah dadka canshuurta dawladda ay ka qaadeysay teeda kale waxaan leeyahay mudan madaxweyne meeshan wasaarad ma ahan wasaaradda kaloomisiga oo loo baahan yahay ma ahan waa meel dad shakhsiyaad ay deganaan oo dawladdu ay ku ogeyd ay dhaqaale uga qaadi jirto canshuur laga qaadi jiray oo laga jirjiray bil kasta dhididkooda ay shaqeystaan maxay tahay baahida degdega ee imaatay hadda teeda kale maxaanu loogu soo mar waa sifo hadda saddex maalin ilmaheena iskuulna ma aadin jaamacadna ma aadin iyadoo laga hooyas hooyooyinka shaqeynayaan shaqadooda meed ah iyagoo ka cabsanayaan in iyagoo maqan gurigooda la dumiyo أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلك كان قلبتي سكون نمت وكشي نقول كله في شركة إن جرادنا قبرنا هي أنه هلك كان كشي دينا إن وحن عواش شركة يجي جرادي يسكون صباح يجوا عواشوا أنا عبان إن مركو الرئيس إله وأنا سبحانه وتعالى أنا عبان إنه وأن لا إنها إله وربي عدة نظلمني سنة قبوا عدة تونت أهاتو مركز لبعض وحن عبان إن الدولة دي أنا عبان إنه وأن لا إنها الدولة دي أنا جا وأنا نظلمين هي إن للظلمين يعني هل كان كعد هنا يا بلدجيستا مرك أهر يسا أنا وحكش يا جا تاريخ ده أولي هي قرية هان يقول كان أولي هي قرية هان واحد لسي مشروع هربان انت حيابها أو مركز أو قعنت كه هي اتحاد كم دوج سفيتي أو لوجو تا أو يجو تاكلين هي مشروع أن أبا ضدك أباريد ده ودير كوه حيولوبي اللي اسمه يدي بتشين تلوجو اسمه يي كلو ميسجا سيدا أن ماشي اللي هذا براوة iy cadale iyo ay loo kaleeto dadkaas ayu mashruucaas gacan tukay mashruucaas iyo guriga kan dhisay qaybtan hadda anagu aan joogno waxa loogu talagalay in deegaan qabaradii itixaadka madug safidahayd qayb dhinacaas ku talan waxa loogu talagalay shaqaalaha ee wasaaradu inay deegaan markii uu xiriirka xumaaday Soomaaliya iyo madug safidahay 77 madaxaadka qabaradii itixaadka madug safidahay waxay aadeen dalkooda loo cayay dalka waa laga saaray dalkooda bay aadeen waxaa guriyahan loo qaybiyay dadkii shaqaalihii wasaaradda intoodii muhiimka ahayd oo xilalka ka haysay dadkaas waxaa lagu laga jirjiray bil walba $300 ee bahalka shilin Soomaali oo u dhigantay $100 oo la yiri waxay looga jiray guriyaha kiradooda waxaana lagu la ballamay markii ay lacagtii guriyaha lagu qiimeeyay ay u dhamaato qof walba guriyihiisa lagu wareejinayo nasiib darro guriyihii dadkii aan lagu wareejin waxaa dhacay burburkii baa dhacay meeshii waa lagu kala cararay dad yar baa ku soo haray oo aan sa u badnayn oo u qaybsan dad hadda ka shaqeeya wasaaradda kaluumeysiga iyo qeyraadka buluugga oo anigu aan ka mid ahay iyo dad kaleeto oo howlgabko ah iyo dad iyagoona dadkii waalidkii dadkii guriyaha kale siiyo waalidka ahaa ay sababo kala duwan ay u geeriyoodeen waxaa intaa weheliya oo dadka intiisa badan ay yahay dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo ku soo meesha tan soo deegaansaday 30 sano ugu dambeysay dadka soo deegaansaday meesha shacabka iyo dadka markii hore meesha deganaa intuba waxay dawladda wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka buluugga kula galeen heshiis in ay guriyahan kira ka bixiyaan waxaan haysanaa oo dadku ay haystaan waraaqihii heshiiska lagula galay oo ahayd inay guriyahaas wasaaradda cid aan ahayn ay kala macaamileen lacagtana waxa loo shibahayay wasaaradda maaliyadda oo waxay ku dhacaysay qasnada dawladda inta markay ka soo kacdo dadkii sidaas ahaa oo intaasna soo deganaa oo lacagta bixinayay ma garanaysaa waxaa noo yimid wixii na geliyay dareenka kan oo ah in guryihii aan dareenay in al rabo in gacantida laga saaro iyadoo aan naloo soo shir sharci naloo soo marinin.